أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 2 من جنوده وإصابة 4 آخرين خلال معارك مع المقاومة جنوبي قطاع غزة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجنديين قتلا في انفجار عبوة ناسفة داخل فتحة أحد الأنفاق جنوبي القطاع، ما أدى أيضا إلى إصابة 3 جنود آخرين. في حادث آخر أصيب جندي بجروح جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو جرافة، بذلك يرتفع عدد القتلى من جنود الاحتلال إلى 630 جنديا منذ 7 أكتوبر.